كوزينة نبيل مسلسل ورد الظلام باش تجيش بحصة. ليكيب رانا الاخرانيين ما رانش يشوفونا في التلفزيون، طميتكم من لهنا. ليكيب صباح الخير عليكم، صافا شوية كراكم دايرين صحة؟ كلمي رانا الاخرانيين في البلاصمة. علاش؟ تولت الاخرانيين ما كاش تحت. دونك طميتكم من لهنا، اللير ميتينغ تعطيونا شوية أفكار باش نبوشيو شي بحصة تو ذا توب. أوكي؟ ليتس جو. أنا عندي فكرة تاع I have an idea. اوكي. واش تقولوا كان نجيبو زوج غزالات ونجيبو دو بوكيت فلور ونجيبوهم للبلاطو ونشعلوها بالفيميجان؟ ها؟ ها؟ What do you think؟ كيفاش؟ حاجة جديدة جامي داروها. سيومو جامي داروها جو بونس باسكو ربما فكرة سيئة، ربما. ماشي معناتها ما داروهاش، معناتها مليحة. ربما. المهم إيدي واحدة أخرى. أنا تبان لي مادام رمضان ديروا كاميرا كاشي صاي. مليحة. نجيبوا بنادم مشهور. مليحة. نخطفوا له ماماه، وبعدها نحرقوا له دارهم، مع التالي قيسوا عليه الفارينة ونشوفوا رد الفعل تاعه. أوكي، إذا نقدوا إيدي واحدة أخرى بصح ناقصة شوية في عنف. في العنف. ناقصوا شوية عنف. نقصة. إيدي واحدة أخرى. ونيفة شوية تاعه. ليكيب. احنا صحفيين علاش ما نديروش دي ريبورتاج سامبل الناس تستفاد منا؟ لا تضحكني. عندي واحد يعرفني، عندي فكره تاع تحقيق على القلب اللوز تاع الام اللي ديرها في رمضان، علاه يجي دائما قاصح؟ اوكي ما كنتش باغي نسقسيك، ولكن جو بونس بلي اوني اوبليجي نسقسوك في لا سيتياسيون اللي انا فيها. لا ليجوند شنديرو؟ خلوها على ربي. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في موسم جديد من شبه حصة. موسم جديد، ديكور جديد، لبسة جديدة، ولكن الخلصة قعدت غير هي هي بدات زميلي. بدون إطالة أعزائي المشاهدين نمر إلى أخبار اليوم. أصبر. صافي عام ما شتكش، بغيت نقول للأعزائي المشاهدين أنه صافي بليزير عاود وليت للميدان مع زميلي دحمان. شكرا ليا، بليزير تاني خويا سليمان. بدون إطالة أعزائي المشاهدين نمر إلى أخبار اليوم. أصبر صافي عام ما شتكش، كومام قول لي شدرت هذا العام كيفاش؟ ماشي حاجه كبيره، خدمت، قدمت النشره، رحت فاكونس، حاجات عاديه. اعزائي المشاهدين بدون ما تسقسينيش درت هذا العام. بيان سور خويا سليمان، واش درت هذا العام؟ كنت لامام شوز، خدمت، حوزت، فواياجيت، اي لو بليز امبورطون انه خطبت. واو بالبركه عليك. اعزائي المشاهدين نمر الى اخبار. اصبر ما نقولولهمش علاش امور بريفي هادو، ما نقدروا سي نو. اعزائي المشاهدين بغيت انونسي لكم بلي انه زميلي دحمان هو صاحب وزميل في العمل، واليوم رانا نساب. علاش؟ باسكو خطبت الاخت تاع زميلي دحمان. لا 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 لا, لا, لا. هادو ما امور خاصه، قلنا نخليو مسافه بيننا وبين المشاهدين، دونك نحبسوا لهنا. خلاص خطبت بنت يما، سي بون تحبس هنا. ماشي بنت يماك، هذه الاخت ديالك. معليش سي بون صحه. اعزائي المشاهدين نمر الى اخبار اليوم. رمضان شهر الأجر المغفرة والرحمن، وأيضا هو شهر الشهية، ولكن عند بعض الأشخاص الشهية تفوق كل شيء. فريق شبح حصة قدر يجيب لكم تغطية لشخص يتشهى بزاف، فريمو فريمو بزاف. روبورتاج حميد بيسابس أمين المولي. صباح الخير بابا. جيتي في وقتك، صبتيني دي في الليستة. قولي لي وش راح طيبي اليوم؟ نهار اللون بابا متوم مليح، كي نوعو شوية. شوفي نحو اللحم ونديرو المتوم بالركع، على بالك الله غير الركع هذا شهيك. بابا كل عام هكذا، يتشهى من شعبان حتى نهار العيد، وبوا وين صباح ربي لازم يبريمي اون ليست تاع العفايس اللي لازم يقضيهم. هي جو كومبخون رمضان الناس تتشهى وكاع، بصح تقول يزيد عليها شوية بزاف. بنتي 10 كيلو ركز عمتك فيه؟
تفضل نرجع نرجع يا يا عمي مرزاق نرجع شو مطريه يا عمي مرزاق مرحبا بك يا عمي مرزاق هاي لتشينا جديد عمي مرزاق دوك نرجع دوك نرجع دوك نرجع نرجع مرحبا عمي مرزاق مرحبا نطلعوا نولي عمي مرزاق مرحبا ايه لا لا معليش هيا كثر خيرك نولي نولي لا عليش من بعد انتهى من بعد عمي مرزاق هاني نولي يا شوف شوف عمي مرزاق الله يبارك ما عندي ما اقول فيه تتقاشر رمضان ماني فيك كيفاش يجوا خلي يا بنت الخلي تاع رمضان والجوز من بعد نقول لك من بعد السلام عليكم العزيز كاين الركا شهيتو الركا على بالي وليدو عمي مرزاق واش نو هذا هذا لافوكا عمي مرزاق تاع المكسيك هذا ايه تاع المكسيك قول لي ولافوكا هذا زعما يقدر يدافع مع القاضي معليش معليش اعطيني زوج كيلو هيا خلاص هيا زوج كيلو الخضرة سي با الفاكية سي با دركا نروحو للإلكتروميناجي السلام عليكم مرحبا بك مسيو السلام ورحمة الله جيبي الكارنيه وتبعيني راني جاية الوغ الحاج عندك ثلاثة بريس زوج حديد ووحدة ميكسور شك دير الحاج انا شي سلعة يزمسي يا درا عجبتك بردت ندي الفريقو اي علامة فريقو درك راني رايح للدار سمحوا لي دقيقة ونولي السلام عليكم خويا الله يخليك حبيت نشري بنو ونخلص كلاباس هاوليك هيا تفضل ايوا صحيت ايوا لا شهيت بنو واش قلتي ها شوفي فاشي دار تاني بابا خيرك يا ربي نتشهى نتشهى ماشي اكثر من واحد اخرين حاجة عادية رمضان نهار كامل والواحد صايم ومو على الاقل يدير بليزي في نفسه اي والله انا الحاجه اللي نشريها كاع ايسونسيال فريجيدار تبرد به الماكله لا ماشينه لافي تغسل به الحوايج غادني غير الروكا اللي ما شريتوش بابا شريت واتر كولينغ اي شاهد تلعب فورتنايت تيتاني شبعت يا بنتي الحمد لله نروح نصلي ونرقد يا ربي كلوا بكرشكم ماشي بعينيكم مع شهر رمضان تكثروا محلات زلابية والشربات وكان واحد المحل واسمه شربات في اي بي يجي وليه من كل انحاء الوطن يقول لك عنده شربات ما شاء الله بل من كل انحاء العالم معنا مراسلنا رضا من قلب الحدد الو رضا نعم نعم نحن معك مساء الخير مشاهدين الافاضل نحن الان مباشره من محل الشربات في اي بي انها الساعه الرابعه صباحا كما ترون كثره الزبائن هنا مع انها الساعه الرابعه صباحا هذا يدل على مصداقية لذة شربات في اي بي فنسأل احد زبائن صباح الخير الاخت صباح النور خويا رانا بيتين هنا في يومين عند شربات في اي بي نقارعو كاش ما يطير لنا شكاره الشربات ولا نحملين البرد وكاع في ذا البرد كيما يقولك غير باش ندبر ان شاء الله ان شاء الله الله يسقيكم منها ان شاء الله خويا رضا يقولوا باللي كيجيو ليه من كل انحاء العالم هل هذا صحيح حقا حقا ياتون من جميع انحاء العالم لشراء هذه الشربات اللذيذه كما ترون بينها وقدامكم بين بلي من شعره وش منه السلام عليكم hello so I came all the way from Australia to try the VIP sherbet it was a 6 hour flight but I think it's worth it نعم لكن اوافقك الراي رومبو هو من يغلب جاكي شان فلندخل نسال عن مالك المحل السلام عليكم
مرحبا بك حبيبي لاباس. هل يمكنك ان تخبرنا بخصوص مشروعك لهذا شربت في اي بي؟ يا اخو لافينيتي انا عندي عام يا اخو كوافر ابري جدني ليدي هذه تاع شربت في اي بي قلت علاش لا والحمد لله تلقت روج. هل يمكنك اخبرنا عن وشنو هذا الجول هذا يقول تعمل؟ اخو هذا جرولاديل هذا اللي عندنا لهنايا هذا سيطرو اك تشوف لهنايا سيطرو راهو يعطعط يا اخونا هذا اللي يا روح الخير خير دبك الخير يا اخو راك ملي هل يمكنك اخبرنا عن سر هذه الشربات يا اخو السر ما نقدرش نعطيه لك ولكن نقول لك حاجه هذه صحيه يا اخو 100% ما فيهاش حفيضات هذوك كامل وحاجه طبيعيه يتسمى ماشي تعرف يا اخو تسمى من شنو هذا طفي لي طفي لي الكاميرا ديالك يا طفي لها زيد نمر الى فاصل اوكي فاصل اعلاني ونواصل لصيد هذاك وقيل اش تم كانوا بالماسك وكاع بريكنج باد يا ولاد جيب لي وسمو واش من وسمو الاخر واش من الاخر قول ايه روح قول ايه هاي بس ايه انت عيت من باباك يقول لك جيب لي الحاجة بلا ما يسميها عيت منه يقول لك جيب لي الوسمو وانت تعيت حوس وش راه يهدر زيد هذاك او تما عيت عدنا لك الحل جبنا لك نيروناكس بفضل تقنيته المعاصرة نيروناكس يعاون باباك باش يسمي الحوايج اللي لازم تجيبهم له كاشي واحد في نهار وراح تشوف النتيجة على 5 دقائق بفضل جزيئاته الصغيرة نيروناكس ينشط ويحفز الخلايا العصبية باش هكذا يعاون باباك يقول لك الاسم تاع الحوايج اللي لازم تجيبهم له اسمع جيب لي ترنوفيس هكذا نجيب بابا ترنوفيس مع نيروناكس والوسمو يولي عنده اسم في شهر رمضان أمهاتنا يجيهم الإبداع ويطيبوا أشهى الأطباق شوفوا نحبوكم ونموتوا عليكم وكلش بصح وشنو الواحد ما يكذبش هناك بعض الأطباق مليح يتشراو وماشي نتوما طيبوهم إكزاكتوم وعلى سبيل المثال طبق القلب اللوز أو الشامية اللي قليل من الأمهات ينجحوا فيه وعادة ما يقدام هذاك البلاط على القلب اللوز يربي الصوف يتعفن وواحد ما ياكله ولكن ما هو المشكل وراء هذا الفشل؟ هذا هو السؤال اللي طرحناه في شبه حصة تحقيق عثمان وسط الميدان أحياناً يابس وأحياناً جاري أحياناً محروق وأحياناً نص طياب نعم إنه قلب اللوز الأم المنزلي ومن لا يعرفه البعض يقول أنه الفرن والآخرون يقولون خطأ في الوصفة عثمان وسط الميدان هنا ليفك قيود هذه القضية تابعوا معي وباش نتأكدوا من جدية الموضوع كان لازم علينا ناخذ آراء بعض المواطنين حول قلب اللوز الأم المنزلي السؤال هل الأم تاعكم نجح لها كاش نهار قلب اللوز؟ جامي لنجح على العام يابس بسبب دخل فيه المغرب جامي نجح الله نكذب عليك هذه شغل رسالة للأم بزاف لحقنا وين صافيوزي بزاف ماذاك يجي جاري ماذاك يجي يابس ما يكون خطأ كيفاش يجي والحمد لله ماذاك يجي بزاف بزاف يابس وهل عرفتوا شو ولا السبب؟ ما عرفناش السبب سينا بزاف لروسات جامي نجح لنا ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ذهبت عند السي عمار 120 سنة في تحضير قلب اللوز لابد وأن نجد عنده الجواب الحمد لله جيت في الوقت أنت بصفتك خبير في قلب اللوز ما هو السبب الرئيسي وراء فشل قلب اللوز الأم المنزلي؟ شوف الحاجة الأولى ربما يكون السميد باسكو السميد اللي يكون خيرو يلفو يكون ميديوم الحاجة الزوجة ربما يكون الفرن باسكو الفرن كما راك تشوف تاعنا فرن ارتيزانال مخدوم بالبريك اللي يخلي القلب اللوز يطيب بيان بيان كوم الفو الحاجه الثالثه ربما يكون اللوز واللوز باسكو لو كان ما نديروش اللوز في قلب اللوز نسموه قلب البلا لوز والسبب زعما قطعا الرئيسي السبب هو واش هو الفرن الفرن
كما راكم سمعتوا اشياء خارجيه راهي خلف هذا الموضوع. نعم الفرن هذا مكان الفرن هذا مكان كما قال الاخ جمال فرن خارجي راه الفرن. عثمان اتونسيون نو في با داسكو جني با دي عثمان ما ديرليش كما مرتي باسكو مرتي قالت لي هكا ودرت لي هكا ودرت لي هكا وطلقتني وقلت لي منا ومنا وانا ما قلت والو. بصح الفرن عثمان هذا مكان الفرن. انه مشكل عويص. وبينما انا ابحث في الانترنت وجدت جروب فيسبوك يحكي عن يحشل قلب اللوز الام المنزلي. ومن زهرنا تواصلت معنا احد الامهات التي عانين من هذا المشكل ورتبنا لقاء سري. عثمان شوف قدامك وهدر. كيف عرفتي اسمي انتي؟ انا خلتك نوسه تاع الفيسبوك. كيف كونفيرمي بلي انتي؟ وللتاكد من صحه كلامها طلبت منها الدليل. حقا انه قلب اللوز فاشل. راني في غبينة يا وليدي راني في غبينة. ثم بدأت تروي لنا في قصتها المأساوية حول معاناتها مع قلب اللوز الأم المنزلي. قلب اللوز يصار لي هذا المشكل يا ودي. الخطرة التالية اللي درت قلب اللوز شوف واش صبت في الكوزينة طايح. وكما كنت أتوقع هنالك شيء خفي خلف هذا الموضوع. لازم تسيب لي الحل يا عثمان لازم. واش هي السبة اللي قلب اللوز تاعي ما واش ينجح. خالتي نوسة قبلت خالتي نوسة فتح لنا أبواب منزلها من أجل التعمق أكثر في هذا الموضوع. وبينما كانت خالتي نوسة تجهز في قلب اللوز الأم المنزلي جهزنا المطبخ بكاميرات مراقبة. أنا درت لاغوسات هي ما بقى لي ندير غير اللوز. كملي هذه في الفور مع الصلصال. وبينما نحن نراقب حصل ما لم يكن في الحسبان. دخان وضوء يلمع وسط الكوزينة وإذا بأقزام تظهر أخضر وأحمر وأزرق في يده بلاطو قلب اللوز. انقضيت عليهم. واصلوا المقاومة ولسوء الحظ فروا هاربين. عثمان هادي حبسوني راسي. شت عثمان شكون هادوك؟ هادو غير هما الاقزام راهم مهبليني. اخا هما اللي كانوا يبطلوا لي في القلب اللوز. غير هما غير هما غير هما. تسير منها سير متاكد متاكد. شتي كيفاش الاقزام جامي تصورها في عقلي. هما اللي كانوا يخدموني في الخدمه. شنو هذا؟ شكون اللي جبتي للدار؟ استنى ما تتقلقش دوك نفهمك. هذا الانسبكتور عثمان درنا انا وياه لونكات على قلب اللوز. شفت 30 سنه وانت تاكل فيه محروق. على بالك شكون كان يدير لي في الخدمه ويخسر لي في لي غوسات؟ الاقزام. هاكي قشك وروحي ما زيدش نشوفك في الدار. ودي اصبر 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 كلك اصبر. اذا وكما رايتم فان السبب وراء كل هذا كانت الاقزام. كان معكم عثمان وسط الميدان من دار خالتي نوسة حنان وهذا مكان الأقدام. ماشي أنا الأقدام. الحوش نفهم ربي سهل عليك. شكون قال باللي الأقزام هما وراء هذا الشيء؟ سمحي لي ما غلطت في حقك بزاف بزاف. أعزائي المشاهدين شكرا لتبعتوا حصتنا حتى الأخير. نتلقى في حصة جاية وباي باي. هذا مكان باي باي. أنا مو حاجة بس كلك زعفان مني بس خطبت اختي. هذه هي الاخت ديالي. انا ما قبلش هذا العفايس يا خو سي بون خلاص حلال. بصح ماشي مع المشاهدين تاعنا يا شابين.